عندنا في السودان في هذه السيلة التي أنت فيها الآن وأقل، هم الذين غيروا وجه التاريخ. عاوز أعرف عن الحقيقة. والله الحقيقة لا يا عثمان، يعني أنا يعني حقيقة ناس أساليب اللحن بتختلف عليها كثيرة، وأنا بعرف إنه المرحوم عاوز كلام القرشي وضع أجمل الحاد. عندنا في السودان في هذه السيلة التي أنت فيها الآن. عمل لكم حاجة من صاحبي عمر قدور وبحييه وربنا يرد غربته، وكان عنده برنامج اسمه فنان وشاعر، راح يشترك معي مأمون باعتبار عثمان الشفيع، كان مستضيف عثمان الشفيع. يا استاذ عثمان الحقيقة عاوز اعرف يعني الحالة الجميلة دي، يعني زمان يعني المبدع حضر او ذكر كل شيء كان راجل يعني مبدع تمام وراجل صاحب عطاء، ويعني انا بتخيل لي الاشعار ذاتها نابعه من الصميم، يعني حضرة القرشي لا يمكن يعني يضع كلمات ما لم يضع بصماته الحقيقه فيها. وحقيقه عاوز اعرف يعني الالحان دي كنت بتلحنوا كيف، يعني اللحن ذاته يعني كنت بتلحنوا يعني سوا ولا بكون وليت اللحظه ولا اللحن يعني خلال جلسات كده ولا بتسيق اللحن يعني كيف، يعني عاوز اعرف يعني الحقيقه. والله الحقيقة لا يا عثمان، يعني أنا يعني حقيقة ناس أساليب اللحن بتختلف عليها كثيرة، وأنا بعرف إنه المرحوم عاوز كلام القرشي وضع أجمل الحاد. المؤتمرات العربية على مدار العام يجد أن الأدباء الشباب من الجنسين يلعبون دورا كبيرا جدا في المشاركة ودورا مدهشا جدا. نحن أيضا لدينا أمانة للشباب الآن في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وكما تكرم دكتور يوسف نحن الان نضع البرامج والخطط، بل هذا الصباح كان حديثنا عن الشباب. وانا بعرف انه المرحوم عاوز كلام القرشي وضع اجمل الحاجه.